مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في لقاء يومي متجدد على شاشة النيل للأخبار وحلقة جديدة من القاهرة تمتد مع حضراتكم من الآن وحتى قبيل منتصف الليل. لدينا اليوم جولة مع أهم أحداث اليوم، ولدينا أيضا موضوعان للحوار. موضوع الحوار الأول هو بدء الخطوات التنفيذية لطرح الحكومة أسهم 5 شركات مصرية أو جزء من أسهم 5 شركات مصرية مملوكة للحكومة في البورصة المصرية. موضوع الحوار الثاني هو زيارة الإمام الأكبر، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب للندن، والحوار مع الكنيسة الإنجليكانية. هذا الحوار الذي يأتي في الجولة الثالثة لهذا الحوار، وأيضا لقاء مهم جدا مع منتدى شباب صناع السلام بالعالم. هذا الاجتماع شهد وجود 50 من الشباب، 25 من الجانب الأوروبي و25 يمثلون الجانب الإسلامي من مصر وعدد من الدول العربية والدول الإسلامية. خلال هذا المنتدى تم الحديث في العديد من الأمور، حيكون لنا قراءة فيما تناوله هذا الحوار وهذا المنتدى وأهميته. موضوعين مهمين للحوار نأتي بهم إليكم بعد فاصل قصير. نبدأ بجولة مع أهم أحداث اليوم، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، أجدد التحية بحضراتكم ونبدأ الجولة الإخبارية بالحدث الأبرز اليوم، وهو زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان الشقيق. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على وحدة المصير بين مصر والسودان لما يربط بينهما من قواسم مشتركة لا توجد بين دولتين في العالم. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس السيسي في الخرطوم مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير، حيث أكد الرئيس السيسي على أهمية التنسيق الكامل بين البلدين في المجالات كافة، لأنه لا أحد يستطيع مهما حاول حصر كل ما يجمع بين الدولتين والشعبين الشقيقين من روابط تتسع لتشمل كل المجالات. ولا أبالغ في هذا الصدد إذا قلت إن ما يربط بين بلدينا من علاقات ووشائج وتاريخ ووحدة في المسار يندر أن يتكرر بين أي دولتين وشعبين على مستوى العالم. نحن لدينا مصير مشترك. كما شدد الرئيس السيسي على أن أمن واستقرار الجوار الإقليمي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. أشاد الرئيس بإرساء السلام بين إثيوبيا وإريتريا، وكذلك بالتوصل إلى اتفاق سلام في دولة جنوب السودان. كما أؤكد لكم فخامة الرئيس دعم مصر التام لتلك الجهود واستعدادنا الكامل لمواصلة الإسهامات بكل الإمكانات في تحقيق أهداف السلام والرخاء المنشودة في المنطقة، انطلاقا من الرؤية نفسها، وهي أن أمن واستقرار منطقة الجوار الإقليمي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وعنصر أساسي في ثوابت سياسة مصر الخارجية. ولعلي هنا أوجه رسالة إلى أشقائنا في أثيوبيا وإريتريا، أقول لهم إننا في غاية السعادة بالتطورات الإيجابية بين البلدين، وأن مصر ستواصل دعمها الكامل لإحلال السلام والاستقرار والتعاون البناء بين البلدين الشقيقين. ولجنوب السودان أقول إننا سنعمل سويا مع أشقائنا في المنطقة حتى نحقق السلام وحتى ينعم شعب جنوب السودان.
من جانبه أكد الرئيس السوداني عمر البشير أنه اتفق مع رئيس السيسي على إطلاق علاقة استراتيجية بين البلدين في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والأمنية والعسكرية وغيرها. وأشار الرئيس البشير في هذا الصدد إلى المشروعات الجاري تنفيذها بين مصر والسودان مثل مشروع الربط الكهربائي وربط السكك الحديدية. لكن اتفقنا الآن حقيقة نحن ننطلق بهذه العلاقة أنها تكون علاقة استراتيجية في المجالات المختلفة، كل المجالات. فعندنا سقف من العلاقات اقتصادية، علاقات تجارية، علاقات ثقافية، علاقات أمنية عسكرية، مشروعات، نأكد على مشروعات الربط. والآن الحمد لله احنا مربوطين بثلاثة طرق أسفلت مع مصر. الآن تم التوقيع لربط الشبكة الكهربائية، الآن الدراسات لربط سكك حديد السودان وسكك حديد مصر. وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار راشد عبد الرحيم المستشار الإعلامي بسفارة السودان بالقاهرة. برحب بحضرتك سيادة المستشار. مرحبا بك وبمشاهدينا الكرام في البلدين وفي كل العالم. أهلا بك سيادة المستشار. أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان في هذا التوقيت وأهم الملفات المطروحة خلال هذه الزيارة. هذه الزيارة أهميتها تكمن في المعنى، المعنى الأساسي لهذه الزيارة أن القيادة في البلدين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس عمر البشير هما اللذان ينتظران دائما التطور الكبير والإيجابي في العلاقات بين البلدين، وهما دائما اللذين يقومان بحل المشاكل وتعبيد الطرق لسير القيادات في البلدين وكل المؤسسات في الدولتين يعني تتجه بقوة نحو الأعمال الإيجابية. شهدنا هذا هو اللقاء 22 وفي كل لقاء نتحصل على نتائج إيجابية كبيرة جدا تطور العلاقات بين الدولتين، فهذا هو المعنى الأساسي. وهذه اللقاءات بمعنى آخر فهي تتم بصورة سلسة وتلقائية. هذه الزيارات يعلن عنها وفي أقل من أسبوع تتم الزيارة. تتجاوز كل البروتوكول والإجراءات الإدارية والفنية وتنعقد بروح طيبة وتناقش القضايا بكل صراحة ووضوح وبكل شفافية. وهي تعكس أن لدينا في الدولتين الآن قيادات واعية بالمشاكل، واعية بطرق الحلول، وتتعامل بشفافية وبإيجابية وبعلاقة طيبة. في كل لقاء نحن نلمس الروح الإيجابية والروح القوية والرابطة الشديدة الأخوية التي تجمع بين الرئيس السيسي والرئيس البشير. هذه العلاقة بهذه الدلالات هي المعول الأساسي في كل علاقة طيبة نتمنى لها أن تكون دائما مستمرة ومستديمة بين البلدين وبين الشعبين وبين الأمتين. نعم سيادة المستشار، الرئيس عمر البشير أكد يعني خلال المؤتمر الصحفي أنه اتفق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق علاقة استراتيجية بين البلدين في كل المجالات. أهمية هذه العلاقة وإطلاق هذه العلاقة الآن، هل ستختلف العلاقة بين مصر والسودان عما كانت عليه فيما مضى بعد ما أعلنه الرئيس البشير اليوم؟ نعم، أنه واضح لأننا نحن نتكلم عن قضايا أساسية. أولا يعني المقومات الأساسية لحياة أي أمة في هذا العالم الآن هي تكمن في الطاقة وتكمن في الاتصال والطرق وتكمن بعد ذلك في وضع الخطة الاستراتيجية للتنمية والنهوض. نحن في مجال الطاقة الآن نتكلم عن رابط كهربائي بين مصر والسودان، هذا إذا أضاف إلى ما هو موجود أصلا في هذا المجال، وستكون هنالك علاقات بعد تحقيق السلام في جنوب السودان ومسار النفط وأيضا مشروعات الطاقة الأخرى الموجودة في مصر سواء في الغاز أو في غيرها. فهذا يوفر البعد الأساسي في التنمية لأي أمة تريد أن تنهض. الأمر الثاني هو الطرق والاتصال بين الطريق بين البلدين. نحن الآن يتحدث الرئيس عن فتح مجال للسكة الحديدية وهي الطرق الأسرع والأكبر والأفعل في مصر والسودان، وهي طرق أصلا موجودة عمل الاستعمار على أن يجعل فيها معوقات فنية يمكن إزالة هذه المعوقات وأن تنطلق السكك الحديدية بين مصر والسودان لأنها حمولاتها أكبر ويمكن أن تنجز الكثير في مجال نقل الركاب والبضائع وما إليه. وأيضا هنالك إشارة ذات دلالة ومعنى كبير جدا في كلام السيد فخامة السيد الرئيس البشير، لأنه تحدث عن أن لدينا ثلاث طرق بين مصر والسودان،
نحن الآن نتكلم عن طريقين، الطريق الشرقي والغربي، تم افتتاحهم والآن تسير فيهم الحركة بصورة طيبة، وفيها أكثر من 80 راكبة تنقل الركاب وعدد أكبر للبضائع والمنقولات الأخرى. هذه في الطريقين الموجودين الآن. وهو تكلم الرئيس عن 3 طرق. الطريق الآخر هو الطريق في منطقة حدودية هنالك فيها بعض الآن خلاف، هذا يودي أن هذا الخلاف يمكن أن نصل فيه إلى توافق وإلى أن يحل بما يرضي الشعبين والبلدين والحكومتين والدولتين. فإذا حلت هذه القضية الثالثة فسيكون أن كل المنافس أصبحت الآن سالكة ومستمرة في التعامل كبير جدا بين مصر والسودان. نحن الآن نشهد أن الزيادة في أعداد الواصلين إلى مصر من السودان بأعداد كبيرة جدا، 8 طائرات يوميا. ونشهد أيضا زيادة من إخواننا من مصر الذهاب إلى السودان للعمل، وهذه أعداد تزايد كل يوم. ونحن في السفارة السودانية نستقبل أكثر من 600 مواطن كريم وأخ شغيق من مصر يود الذهاب إلى السودان إما للعمل أو للأوقات أو للدراسة أو لغيره. هذه كلها مؤشرات ستكون الحكومات الآن رائدة في أن توسع دائرة هذه الاتصالات والتواصل المستمر. ولذلك أنا أعتقد أن هذه الزيارة لمست القضايا الأساسية والجوهرية ووضعت بدايات الحلول لها بصورة واضحة ومتفق عليها. هذا واضح جدا في حتى في مظهر ولغة الجسد التي يمكن أن نستشفها في لقاء الرئيسين. أشكرك سيادة المستشار راشد عبد الرحيم المستشار الإعلامي بسفارة السودان بالقاهرة، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. وللمتابعة أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. برحب بحضرتك دكتور شريف. أهلا وسهلا، تحياتي. أهلا بك دكتور شريف. أهمية هذه الزيارة من الناحية الاقتصادية لكلا الدولتين؟ بالطبع العلاقة بين مصر والسودان دائما وأبدا هي علاقة أساس الاقتصاد بامتياز، بعد أن تكون الأساس اللي هو محبة الشعبين اللي لسه جاي من السودان من يومين فقط. الحقيقة يعني أنا لا أشعر بأي غربة عندما أكون في السودان، ونفس الشعور يقوله إخواننا وأخواتنا السودانيين في مصر. بالنسبة للأمور الاقتصادية نحن نعلم أن الدولتان تكادان تكون متكاملتين في كل القطاعات، كما ذكر السيد الرئيس عمر البشير في كلمته أثناء المؤتمر الصحفي. نحن نتكلم على القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء في مجال الزراعة أو الإنتاج الحيواني، في مجال استكمال البنية الأساسية أو في مجال توفير مصادر الطاقة، في مجال الصناعة أو في مجال التجارة البينية. كل هذه الأمور الحقيقة يعني لا توجد دولتين زي ما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العالم يوجد بينهما قواسم مشتركة تؤدي إلى أن يكون هذا التعاون وهذا نقول التعاون الاستراتيجي كما سماه السيد الرئيس عمر البشير الحقيقة يكون ممكن وله فوائد كثيرة على البلدين. الحقيقة أنا من خلال يعني هذه المداخلة أنا بتمنى أن تكون زيارة السيد الرئيس زيارة موفقة، وأعتقد أنها ستكون كذلك لأنه قد تم الإعداد لها بكل دقة. أنها امتداد، هذه الزيارة هي امتداد للزيارة الناجحة التي قام بها فخامة السيد الرئيس عمر البشير إلى مصر منذ أسابيع قليلة، وشاهدنا كيف كان الترحيب من القلب من كل فئات الشعب ومن كامل الأسرة المصرية لفخامة السيد الرئيس. أيضا شهدنا اليوم كيف تم استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أعلى مستوى بكل المشاعر والمحبة والثقة المتبادلة. نحن الآن نرى ونشاهد ما يطلق عليه دبلوماسية القمة أو الدبلوماسية الرئاسية. هذه الدبلوماسية هي الأوقع والأكثر تأثيرا والأكثر سرعة في إيتاء جوانبها. أتمنى من الرئيسين أن يتفقا على موضوع إلغاء التأشيرة بين الدولتين تماما.
تيسيرا لحركه الافراد. هناك حركه مستمره بالنسبه للتواجد الاقتصادي المصري في السودان، هناك حركه مستمره بالنسبه للتبادل الاقتصادي وبتتزايد وستتزايد، وبالتالي اعتقد ان تيسير حركه الافراد بين الدولتين في ظل هذا المناخ الايجابي جدا بين الزعيمين وبين الشعبين سيكون له تاثير كبير في زياده التبادل الاقتصادي وزياده الالتحام بين الشعبين فيما في مصلحه البلدين والشعبين. اشكرك دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه على هذه المداخله. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، وخلال اللقاء أجرى تجربة الاتصال بالخط الساخن المخصص للتأكد من سير تسجيل بيانات قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، كما قامت وزيرة الصحة بعرض ما تم من إجراءات إصلاحية للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لغير القادرين. وفيما يتعلق بالمشروع القومي للمستشفيات النموذجية أشارت إلى أنه تم اختيار 29 مستشفى يتم تقييمها من حيث البنية التحتية والتجهيزات، موضحة أنه تم إضافة 18 مستشفى جامعي، وأكدت أن التكلفة التقديرية لتطوير تلك المستشفيات تقدر بحوالي 6.1 مليار جنيه. وختاما سلمت وزيرة الصحة خطة العمل بمحافظة بورسعيد فيما يتعلق بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. بحث الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع وكلاء وزارة التموين ومديري المديريات آليات إضافة المواليد على بطاقات ذويهم، مع الأخذ في الاعتبار في المقام الأول المواطن والأسر الأكثر احتياجا، والعمل على تسجيل البيانات بدقة وبجودة عالية. أوضح بيان أصدرته وزارة التموين اليوم أن بدء إضافة المواليد اعتبارا من أول أغسطس 2018 وحتى 31 من أكتوبر 2018 ولمدة 3 أشهر. ناقش المشاركون في الاجتماع استعدادات المكاتب الأخيرة لإضافة المواليد والوقوف على مدى جاهزيتها من الناحية الإنشائية والفنية. وأكد المصلحي أن مديري المديريات بالتواصل والتواجد مع المواطنين على أرض الواقع والاجتماع مع موظفي مكاتب التموين للاطلاع على الإجراءات وآليات تنفيذ إضافة المواليد بالدقة المطلوبة. ووجه الوزير مديري المديريات بتقييم المكاتب من حيث جاهزيتها لتقديم خدمة إضافة المواليد، وكذلك تحديد المكاتب التي ستعمل لفترتين، وأوضح أنه سيتم إرسال منشور يتضمن كافة الإجراءات التفصيلية لإضافة المواليد بكل تفاصيله الأسبوع المقبل. توفي ظهر اليوم اللواء دكتور طلعت موسى شيخ مستشاري أكاديمية ناصر العسكرية العليا وأستاذ الاستراتيجية والأمن القومي بالأكاديمية، وذلك بمستشفى المعادي العسكري. تخرج الراحل في عام 1964 من الكلية الحربية وشارك في حرب اليمن وحرب عام 1967 وحرب الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد في عام 1973، وكان وقتها رئيسا لعمليات كتيبة مشاة ميكانيكي، كما شارك في مهاجمة مركز قيادة شارون في حرب أكتوبر. يعد اللواء طلعت موسى أحد أبرز الخبراء المهتمين بملفات الشرق الأوسط، كما أنه كان عضوا بالمجلس المصري للشؤون الخارجية. عمل الراحل على توثيق بطولات مقاتلي الجيش المصري في مختلف الحروب، ونجح في تخريج أجيال كثيرة على علم ودراية بأبعاد الأمن القومي المصري والعربي والمخاطر التي تواجه المنطقة برمتها. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته. وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف لواء دكتور نصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. برحب بحضرتك سيادة اللواء. أهلا بخير يا فندم. تعازينا لحضرتك ولكل الشعب المصري في الفقيد الراحل لواء دكتور طلعت موسى. البقاء لله. الفقيد رحمة الله عليه يعني يذكر له أنه كان منذ
يعني صغر رتبته عندما تخرج، كان ضابطا فذا وكان ظاهرا دائما بين أقرانه، ترك في حرب اليمن، ترك في حرب 67، ترك في حرب السنجاب، ترك في حرب أكتوبر، وفوق هذا كله بعد أن انتهى دوره كمقاتل انصرف إلى العلم والتحصيل، وحاصل على ماجستير في العلوم العسكرية، حاصل على زمالة كلية الدفاع الوطني، وأيضا حاصل على دكتوراه في الاستراتيجية القومية، وكان رئيسا لكرسي الاستراتيجية في كلية الدفاع الوطني. تخرج على أيدي العديد والعديد من الضباط والقيادات، سواء كانت داخل جمهورية مصر العربية أو في الدول الصديقة والشقيقة في إفريقيا وفي آسيا، وأيضا كان بيتعلم على أيدينا في الأكاديمية ضباط من الاتحاد الأوروبي من حلف الناتو. أيضا كان للفقيد الكثير والكثير من الدراسات، وله إسهامات كثيرة في الإشراف على رسائل الدكتوراه وإعداد العديد من الدراسات التي تخص الأمن القومي المصري. بننعي الشهيد أو الفقيد في يوم وفاته، وإن شاء الله ندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن نلقاه إن شاء الله في الفردوس الأعلى من الجنة، وجزاه الله خيرا عما قدمه لوطنه مقاتلا وعالما ومعلما للأجيال التي تعلمت على أيديه. رحم الله الفقيد. أشكرك سيادة اللواء الدكتور نصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، وتعازينا لأسرة الفقيد الراحل. توجت لاعبة المنتخب الوطني للجودو سلمى سامر بالميدالية الذهبية لوزن 63 كيلوغرام ضمن منافسة دورة الألعاب الأفريقية للشباب والتي تستضيفها الجزائر حالياً. فازت بطلة الفراعنة آلاء مسعد بالميدالية البرونزية لوزن 78 كيلوغراما في دورة الألعاب الأفريقية. يذكر أن مصر تشارك بدورة ألعاب أفريقيا للشباب ببعثة مكونة من 372 فردا، من بينهم 269 لاعبا ولاعبة بالإضافة للأجهزة الفنية، يمثلون 27 لعبة رياضية مختلفة. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجولة مع أهم أحداث اليوم. فاصل قصير ونبدأ أول وقفتنا الحوارية في حلقة اليوم من القاهرة، وموضوعها كما ذكرنا في مقدمة هذه الحلقة هو طرح أسهم 5 من الشركات المصرية أو جزء من أسهم شركات المصرية المملوكة للدولة بالبورصة المصرية. بعد الفاصل نلتقي.